لا 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 يا جماعة، إشاعة الجواز دي كفتة. أنا عندي إشاعة لوز العنب. إيه يا ريتاش؟ أنباء عن إدمان الفنانة دموع ومشاهدتها في إحدى الملاهي الليلية. أنت عبيطة يا بت يا ريتاج ولا إيه؟ أقسم بالله لو عملت كده أذبحها وأنط في النيل. يا جماعة دموع كده كده مش معروفة، فتطلع لها في كام برنامج تقعد تعيط لها شوية فهتصعب على الناس، فهتبقى حديث الساعة. صح يا تكتكة. سيد يا شحات. فخر يا شحات. بكرة عندك مهمة كبيرة قوي ولازم تعملها. هتروح عند أختك دموع اللوكيشن بتاع الفيلم بتاعها، تنقي كده كام عيل كومبارس تلبسهم عساكر. في الوقت ده هكون أنا موجود في الإكسسوار. هجهز بقى من نومي أكياس الحشيش اللي هي جواها عجوة دي، ونفرك عليها ريفو كده عشان تبقى الظبطية كاملة. تاني يوم الصبح لما يجوا العيال دول يقبضوا عليها وهي نازلة وعمالة تقول بريئة بريئة حريقة حريقة، يكون احنا بنصور من الناحية التانية بموبايلاتنا. بعد ما يخلص المشهد ده نرفع على اليوتيوب. بعون الله مصر كلها هتشمت فينا. بقول لكم ايه يا جماعة، ما بلاش بقى فكرة المخدرات والبنج والكلام ده كله، خلينا في الجواز أحلى. ايه رأيكم زواج الفنانة دموع الشحات من زاروك؟ لا بس مش هتتصدق زاروك دي، لو زادوج ممكن تتصدق. فكرة. بقول لكم ايه، في صحة الشهرة. في صحة الشهرة. يا باشا الحاجة دي مش بتاعتي، كل ده أشاعات، أشاعات عشان أنا أتشهر. طب يا باشا بالعقل، في حد مدمن كده؟ المدمن ده معروف قد كده أهو. أنا مدمنة محاشي، بسبوسة بالبندق، كنافة باللوز. الله ينتقم منك يا فخر التوسيد، الله يخرب بيوتكم حق جهنمي. تمام قوي كده، برافو عليك يا سيد. البوليس شكله حقيقي بجد. لا هو مش شكله، هو بوليس حقيقي. ما انا بلغت البوليس عشان اسبك الموضوع خالص. يا نهارك اسود، بلغت البوليس؟ ما تهدي يا ريتاش، في ايه؟ كده كده لو البوليس مسكها هيلاقي معاها اكياس العجوه اللي احنا حاطينها، يعني اخرها يوم لا مؤاخذه وتطلع. ده بالعكس بقى، ده الواد سيد كده سبكها صح عشان يبقى الموضوع متصدق. لا ولسه كيفك كمان، اكياس العجوه كلتها وحطيت لهم مخدرات بجد عشان الموضوع يبقى مسبوك خالص. الله يخرب بيتك يا سيد. انا مش فاهم يا جماعه ايه المشكله. ما البوليس لما يلاقي معاها المخدرات هيحبسها بجد. تصدقوا فعلا في مشكله. طب ايه الحل؟ انا عندي الحل. ايه؟ انا عندي. امسك بس الباب بسرعه عشان نطلع وراها ونقول لهم الحقيقه. نقول لهم ان اختنا ايه؟ ايه؟ هي اللي معاها الحاجه. تمام، امسك معايا عشان نظبط، عشان ما يضربوناش طلقه في المرايه ولا حاجه. امسك يا سيد. لا 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 ما تخافش يا ابني، ما تخافش، ما فيش حاجه، ما فيش حاجه يا سيد. ما تخافش يا سيد، يلا ما تخافش. يا انا هعدمك النهارده.